الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بالحضور الكرام. اليوم تبدأ جلسات إن شاء الله الملتقى الخليجي 14 للاجتماعيين. طبعا نحن في ضيافة الجامعة القاسمية بشارقة العلم والثقافة. اليوم في أول هذه الجلسة نستضيف سعادة الدكتورة سوسن كريمي، وهي المتحدثة الرئيسة لهذه الجلسة الأولى، وسوف تنطلق هذه الجلسة بتعريفات ومنطلقات عن الشراكة المجتمعية كمحور أساس لهذه الجلسة. الدكتورة سوسن كريمي هي تعمل كأستاذ مساعد في كلية الآداب بجامعة البحرين، وتخصص في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية والأنثروغرافيا والجندر والتراث الشعبي في مملكة البحرين. الدكتورة سوسن هي خريجة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، وحيث حازت على شهادة الماجستير والدكتوراه في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، تخصص في منطقة الشرق الأوسط. للدكتورة العديد من الأبحاث، وأيضا أحد هذه الدراسات والأبحاث بعنوان الزي والهوية والتراث والحداثة في البحرين، وهي دراسة للتركيبة الطائفية والإثنية والاجتماعية للمجتمع البحريني، وأثر التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في تشكيل الهويات المعاصرة في البحرين. تتمحور اهتمامات الدكتورة سوسن الأكاديمية والبحثية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بشكل خاص، وحول المواضيع العرقية والدينية والسياسية والجندر والأزياء والتراث. سوف تتحدث الدكتورة سوسن عن الشراكة المجتمعية. الشراكة المجتمعية هي حقيقة تتكون من العديد من الأفكار، ومن أهمها طبعاً هو الانطلاق من خلال التعاون الثري بين طرف وأطراف أخرى، وبين ثالوث حقيقة وهي الحكومات والقطاع الخاص والقطاع الثالث. نبدأ على بركة الله دكتورة. طبعاً دكتورة سوف يعني تنطلق بتقديم يعني هذا النموذج من هذه الجلسة خلال 35 دقيقة، بعد ذلك نفتح المداخلات والنقاشات للحضور الكرام. تفضل دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أتحرك، أنا دارس في الجامعة فمتعودة أشرح وأتحرك، وعلى أساس أضمن أن أنتم هم تكونون معي. أنا سعيدة جداً أني أنا بينكم اليوم، وجه الخير إن شاء الله والطيبة. فرح نعرض هالورقة في الأساس أساس نأسس لجلسات القادمة. كنت قبل ما أبتدي ودي أشارككم بقصة صارت لي وأنا توني صغيرة طالبة في مدينة أكسفورد. واحد من الطلاب العرب قال لي هالقصة، وتمت معي هالقصة خلال كل هالسنين عقب ما تخرجت، ودائما أقولها لطلبتي. طالب عربي كان يسوي بحث الدكتوراه في الرياضيات، صار هالحدث في قسمهم مع باقي الطلبة وهم يشتغلون على بحوث الدكتوراه. واحد شاب خليني نسميه جيف، مبدع وشاطر وأنجز بحث الدكتوراه في جامعة أكسفورد وخذ شهادة الدكتوراه. كان معاه زميلة في القسم واحد صيني. زميلة قال له عقب ما نجح وتفوق، قال له أنت عندك بحث الدكتوراه من جامعة أكسفورد في الرياضيات، لكن ما عندك ابتدائي في الحياة. أنا ليش قاعد أقول هالقصة؟ خلنا أقول لكم عبارة حق أينشتاين قالها، وممكن نحاول من خلالها نربط القصة مع هالعبارة. أينشتاين يقول المعرفة الحقيقية هي الخبرة، وما عدا ذلك فهي معلومات. أنا ليش قاعدة أقول هالعبارة وهالقصة؟ الهدف إن إحنا يمكن الحين راح نطرح كل هالأهداف ونبغي نستفيد ونبني أوطاننا ودولنا، لكن هل معنات إحنا كمخزون تاريخي ما عندنا؟ لا بالعكس، عندنا. إحنا عندنا، أنا أؤمن بهالشيء بقوة بدون أي مبالغة، إن كشعوبنا في هالمنطقة عندنا دكتوراه في القيم في الأخلاقيات، واللي قاعدين إحنا نسويه هنا استثمار
على ما تقدمه هيئة الأمم المتحدة من أهداف الألفية، فمن هنا ننطلق إن شاء الله. أوكي؟ أوكي، هاي الخطة أو خارطة الطريق اللي موجودة عندنا، نحن راح نعرض خطة التنمية المستدامة، نبدأ خطة التنمية 2015 وأهداف التنمية، مرور على التعريفات على أساس إحنا نعرف بالضبط شنو قاعدين نقصد بالشراكة، إشكالية مفاهيم الشراكة، سياسات التنمية. ما راح أتوقف عن كلها، لكن بشكل عام نوقف على الأشياء الأساسية اللي راح تساعدنا في الجلسة القادمة. تفاوت السياسات والمعالجات التنموية بين دول مجلس التعاون الدول النامية، الأهداف التنموية وبرامجها لدول مجلس التعاون، الشراكة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي. القصة اللي قلتها وعبارة أينشتاين ممكن هني نربطها، دور التراث الشعبي والعقيدة الدينية في تأسيس مفاهيم الشراكة المجتمعية، بما معنى هني نطرح سؤال، هل الشراكة المجتمعية شيء مستحدث علينا ولا لنا تاريخ معه؟ نقطة استلهام ودعم الموروث الخليجي في الشراكة المجتمعية وإدماجه ضمن الخطط. بالأخير مقومات وآليات التعامل مع الشراكة المجتمعية اللي إن شاء الله راح يكون شغلكم. أوكي، خطة التنمية، نأخذ الجزء الأولي من خطة التنمية. ما هي خطة التنمية؟ عبارة عن استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع أو دولة في مدى زمني محدد. عندي خطة أبغي أطبقها في فترة زمنية معينة مرتبطة أما بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، وأحيانا ممكن تكون حتى هالخطة مرتبطة بمتداخلة مع أكثر من جانب. شنو الهدف؟ تبني خطط وبرامج التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة للسكان في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا. خطة التنمية المستدامة تم طرحها في 2015 وتستمر إلى 2030 تحتوي على 17 هدف اللي يسمونهم SDGs. لتحقيق أي هدف منها يجب تفعيل هدف رقم 17. إحنا اليوم موجودين هنا عشان نتعلم عن خط هدف 17، إذا قدرنا نطبق نقدر نفعل كل الأهداف اللي من رقم 1 إلى 16. الأمم المتحدة تقول نجاح أهداف وخطط التنمية يتم عبر التعاون بين الجهات الأربع: الحكومات، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الإقليمية والدولية. أوكي، متطلبات وضع خطة التنمية: يجب تحديد أو أن تتضمن تحديد الاحتياجات والأولويات المحلية في كل مجال تشتغلون. شنو الأشياء الأساسية اللي تبغون تحددونه كاحتياجات؟ الإمكانيات المتوفرة بناء على المجال اللي تشتغلون فيه، المدى الزمني، لازم يكون في مدى زمني محدد أني أنا أنجز فيه هالمشروع، تحليل الوضع القائم عبر جمع البيانات، شنو المعلومات، الدراسات، البحوث، الإحصائيات اللي أنا أحتاجها في هالخطة، في وضع خطة التنمية. خطة التنمية المستدامة تم اعتمادها الخطة من قبل قادة العالم في 2015، يعني هاي الخطة اللي الحين مفعلة ومفروض احنا نطبقها في المجالات الستة. شكلت أهداف الخطة إطار عالمي للتنمية المستدامة إلى 2030. بس ممكن أضيف هنا في هالخطة شغالة مفعلة في بعض منها أنجزت، وبالذات احنا في دول الخليج والحمد لله سباقين في هالمجال، وتم إنجاز العديد من الأهداف المطروحة. خطة التنمية 2015-2030 تعتبر من أكثر الخطط أهمية وتأثير لجانبين. الجانب الأول إن هي شملت جوانب كثيرة أو قضايا كثيرة، والجانب الثاني اللي فيها الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، يعني ما صارت فقط قرارات تصدر من أصحاب القرار وتطبق على هاي، المجتمعات كلها مفعلة في هالجانب. طيب نرجع للنقطة الأولى، نقولها شنو القضايا اللي اشتملت في هالخطة؟ الاقتصادية مثل قضاء الفقر والجوع، تنويع مصادر الدخل، الحصول على التمويل لتنفيذ الخطط والبرامج. وإحنا راح نطرح الأهداف راح نشوف إن في أهداف حقيقة ما ترتبط بمجتمعات دول الخليج، بالذات في قضايا الفقر والقضاء على الجوع، لكن تعتبر قضايا أساسية وأهداف أساسية في الدول الفقيرة. أيضا قضايا الاجتماعية كتعزيز الصحة والتعليم، قضايا البيئية، التصدي لتغير المناخ، وقضايا العدالة والسلام والشراكات العالمية، فهي القضايا المطروحة في خطة التنمية المستدامة. أهداف التنمية
ماذا تعني أهداف التنمية؟ دعوة عالمية للقضاء على الفقر وصون الأرض وتحسين المعايش في كل مكان. راح نسمع أن على طول في فقر، على طول في فقر، لأنه هو الهدف الأولي. تبنت كافة الدول هذه الأهداف في 2015 وتعهدت بتنفيذها. الأمم المتحدة تراقب الدول في سعيها لتطبيق هاي الأهداف عبر آليات موجودة، تقارير تقدمها طوعية ومرحلية أمام مؤسسات هيئة الأمم المتحدة. الأهداف عالمية متفق عليها ولها مصداقية لشعوب العالم. مثل ما ذكرت بعض الأهداف كالقضاء على الفقر والجوع تشكل قضية في الدول الفقيرة وما مرتبطة ببنيات مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي. فإذا في تفاوت في الاحتياجات، اللي يصير إن إحنا نحدد هل من الأهداف ما يتناسب مع احتياجاتنا. فالهدف اللي مو مرتبط بمجتمعاتنا ما راح نتبنى، ما راح مثل قضية الفقر أو جوع مو قضية بالنسبة لنا مثل ما ذكرت قبل شوي. يتطلب تحديد، هنا عندنا مثال، يعني مثلا الحين مسألة الفقر اللي وايد مذكور في ومكرر في أدبيات التنمية. يتطلب تحديد الأولوية في الأهداف صياغة مؤشرات قياس المشكلات تتوافق مع بنية الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أنا جبت هاي هنا كمثال لأنه متكرر. فقضية الفقر مثلا، هاي مؤشرات المطروحة للفقر تقريبا مؤشرين، مؤشر متعدد الأبعاد ومؤشر الثاني المتعدد الأبعاد شنو؟ يقوم بقياس العوامل الهامة لمستوى المعيشة، فبيعرفون هل المجتمع فيه فقر أو شنو مستوى الفقر، بقياس الرعاية الصحية، التعليم، الخدمات الأساسية، هل هالأشياء متوفرة أو لا. احنا نشوف إذن هل المقياس ما يتطبق على مجتمعاتنا. المقياس الآخر حساب الدخل، أيضا حتى مع هالمقاييس ما تتدخل. فالطرح الموجود هنا، هل في إمكانية، ها مجرد مثال يا جماعة الخير، هل في إمكانية أن الشعوب هي تبدع أو المجتمعات تقرر لنفسها مؤشرات تناسبها؟ لو نأخذ مثلا هاي في مجال المسنين، هل المؤشرات الموجودة مثلا أو المطروحة هي عمومية وعالمية، أو في إمكانية أن نحن أيضا حتى عبر جلساتنا بناء على خبراتكم أنتوا تبدعون في مؤشرات للقياس؟ فهني مجال مفتوح لإبداعاتنا إحنا وإمكانياتنا والاستثمار في خبراتنا في مجال عملنا. لا تنطبق أي من المؤشرات على دول مجلس التعاون مثل ما قلنا هني، لأن متطلبات أساسية للمعيشة، التعليم، خدمات الرعاية الصحية المجانية وشبكات الإلكترونية، هاي تحصيل حاصل موجود في مجتمعاتنا. في مجتمعات أخرى هاي ممكن تعتبر رفاهية، يعني توفر حتى الصحة أو التعليم مجانية يعتبر في بعض الدول رفاهية. فهني نوصل لنقطة نهاية هالسلايد، ضرورة تبيئة المؤشرات حسب معطيات كل دولة وكل مجتمع. تبيئتها بما معناه أن أنا أشوف شنو مناسب لمجتمعي، شنو أحتاجه، وعلى هالأساس أصيغه. أوكي، هني ما راح أتوقف، بس أنا حطيت بألوان على أساس أجذب انتباهكم ويكون وايد سهل أن تتذكرون قدر الإمكان. قضاء على الفقر مثل ما قلنا عدة مرات هو الهدف الأولي في أهداف التنمية المستدامة. القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة، العمل اللائق، الصناعة والابتكار، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، وأهلا يعني والسلام وعقد الشراكات. فأيضا شنو من هالأهداف مرتبطة بمجتمعاتنا اللي نقدر نستثمر فيها لمستقبل أفضل؟ هني حيني عند التعريفات المرتبطة بالهدف 17. أرجع مرة ثانية أقول 17 هدف. لتحقيق أي هدف من الأهداف السابقة من 1 إلى 16 لازم أفعل الهدف 17 اللي إحنا مجتمعين اليوم عشان اللي هو الشراكة المجتمعية. خلينا نعرف شنو الشراكة المجتمعية. هني أنا ما أخذ اقتباس حق باحثة اسمها ولاء البحيري، بس أساس ندرك أهمية الشراكة المجتمعية. تقول تعد الشراكة المجتمعية إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع، الارتقاء به، العمل على تحسين حياة المواطنين، وذلك من خلال إسهام أبناء المجتمع تطوعا في الجهود التنمية. فالعمل هني، ركزوا يا جماعة، الشراكة الاجتماعية بيكون بالرأي، بالعمل، بالتمويل، أو حتى حث الآخرين وإزالة العقبات أيضا. إزالة يعني في أي
خلينا نقول آلية نستخدم هي جزء من بناء الشراكة المجتمعية. ناخذها لغويا، لغويا في وايد كتبوا عليها المصطلحات وفككوها من ناحيه اصول اللغه، احنا ما راح ندخل، نبغى نوظف ما يخدم مجالاتنا. عندنا مصطلحين نلتفت لهم، الشراكه والمشاركه. شنو الفرق بين الاثنين؟ الشراكه بالانجليزي partnership تتم بصوره منظمه وتاخذ شكل اتفاقي فيصبح ملزم، تستند على الالتزام والثقة المتبادلة والشفافية لتحقيق الأهداف والتعاون وتحمل المسؤولية. شو رأيكم الأولي؟ والله بنشوف الثاني. المشاركة participation، نشارك في شيء، لا تعتمد على الجهود وغير ملزمة أو مشروطة. الأولي ولا الثاني؟ ها؟ إحنا بنشتغل على الثاني؟ شوفوا الأولي مكتوب في التزام وفي ثقة، مو يعني حزت ما أروح أشتغل شوي وأنسحب. الثاني أنت بتشارك بجزئية على قد ما تقدر، بيكون أقرب إلى التطوعي. أما الأولي لا، أنت ملتزم بهالعمل، لازم تكمل. تذكرون قلنا في مدى زمني وفي أهداف محددة لازم نحقق. أوكي. يحمل مفهوم الشراكة المجتمعية دلالة لغوية بأنه هناك تشارك بين فئتين أو أكثر، فيصبحوا مسؤولين عن تحقيق نجاح. ما في مسؤولية، مو مجرد ان انا اتطوع بوقتي، لا انت مسؤول ولازم تساهم في انجاز المهمه. اذا جول شو تقول؟ عمليه مكمله للاداره الحديثه. الحين الدراسات حتى في قياس مدى تطور الدول تاخذ مساله الشراكه المجتمعيه كمعيار لاي درجه هالدوله متقدمه ومتطوره. فتقول عمليه مكمله للاداره الحديثه وتكريس مبادئ الحكم الرشيد، تقوم على التواصل بين المؤسسات والهيئات المحلية والمجتمع، تعتمد على تبادل المعلومات بين الأطرفين أو الأطراف، تقديم مدخل من المواطنين بشأن قضية ما قبل اتخاذ تلك المؤسسات والهيئات قرار بشأن تلك القضية. يعني لما تبرز القضية أوريدي الكل مفعل ومساهم في هالمشروع أو في هالقضية. نروح حق الشراكة. إذن العجرود تعطينا خلاصة لكل الأدبيات اللي كتبت عن التعريفات. تعاون بين طرف من الأطراف أو مجموعة من الأطراف سواء أفراد أو مؤسسات، تعمل على أهداف مشروع معين من أجل البلوغ لتحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية على المستوى المحلي. يعني خلاصة الحجم، مجموعة من الأفراد يشتغلون فيها أهداف معينة يبون يحققونها، فممكن يكون طرف أو طرفين أو عدة أطراف ويكون على عدة مستويات. فخلي نفتش هذه شوي أكثر. أوكي. عناصر الشراكة: في تعاون أو شراكة أو حكم بين عدة أطراف. التعاون أساس تحقيق هدف مشروع معين، والهدف من المشروع هو تحقيق التنمية. فإذا تعاون لتحقيق هدف أو مشروع من أجل الخلاصة النهائية، التارجت الأساسي بيكون تحقيق التنمية. أوكي. من العناصر أو اللي نسميهم الفواعل في الشراكة المجتمعية، المواطن المحلي أول واحد. المواطن هو الهدف الأساسي. ممكن ندرك أهمية دور المواطن إنه هو فاعل أساسي تقوم عليه السياسات العامة المحلية. هو المستهلك، هو نواة المجتمع وهيئة المجتمع المدني، هو أيضا نواة القطاع الخاص، به وله تقوم السياسات، منه وإليه، فهو الهدف الأساسي تحقيق الرفاه له. عندنا بعدين القطاع الخاص المحلي، ويكون عند تحول الهيئات المحلية المسؤولية للقطاع الخاص. وهي قاعد يصير وايد أكثر، إن مثلاً مؤسسات الدولة أو حتى جهات أخرى تحول مسؤولية إلى القطاع الخاص لأسباب كثيرة، منها المساءلة، كلفة الإنتاج، الضغوط المالية، فتفك نفسها من هالأعباء عبر تحويلها إلى القطاع الخاص. المجتمع المدني، شنو دور المجتمع المدني؟ عندنا هنا خمس نقاط مطروحة: إيجاد حلول لمشكلات الفئات المهمشة. أحيانا الفئات المهمشة أشكال مختلفة ممكن تكون، حتى ذوي الاحتياجات، كبار السن ما لهم صوت أن يوصلون أو يوصلون احتياجاتهم للمسؤولين، بهالطريقة ممكن احنا نوصل هالأصوات. تقديم برامج مجتمعية من أجل استثمار وتوحيد الجهود
لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في الخدمات وإطلاق المبادرات من أجل التمكين والتنمية الاجتماعية. النقطة الثالثة، المساهمة في البرامج والمشاريع التنموية. عندنا مثلاً برامج الأسرة المنتجة، المشاريع متناهية الصغر تدعم الأسر والأفراد إن يقومون بمشاريعهم الخاصة. إدارة المراكز التنموية والرعائية والتأهيلية. بالأخير المشاركة في برامج الأسرة والإرشاد والتوجيه الأسري. ليش؟ ليش نحتاج الشراكة المجتمعية؟ ضرورية وملزمة للتنمية. مثل ما قلت قبل شوي، تقاس تطور المجتمعات بالشراكة المجتمعية لأي درجة هي مفعلة. وأنا أقول كذي، فكروا أمهاتكم، الجيران، علاقتنا مع بعض، مع الأهل، مع الأسرة الممتدة، هل في تفعيل حقيقي لمفاهيم الشراكة اللي قاعدين نطرحها؟ يتعلم المواطنون عبر المشاركة المجتمعية كيفية حل مشاكلهم، تعزيز عمليات التنمية عبر مشاركة المواطنين فيها ومساندتهم لها. المواطنون أعلم بما يصلح لمجتمعاتهم. ازدياد المشاكل المجتمعية أدى لصعوبة اكتشافها، فأفضل وسيلة هي عبر العاملين المهنيين. إحنا نشوف من تجاربنا أفضل المشاريع اللي أصحاب المعاناة اللي هم يقومون فيها. فمثلاً الناس، في ناس مرضى ما محصلين علاج مثلاً لهالمرض، هم يروحون يبحثون جمعيات دعم لهالمريض مثلاً، فهم اللي يبدعون في هالمجالات لأن هالتجارب تطلع من خضم المعاناة، من خضم الألم. افتكر وصلت رقم 6، مساندة الإنفاق الحكومي عبر المشاركة الشعبية. للمشاركة الشعبية دور تدعيمي وتكميلي لدور الحكومة، ضروري وأساسي لتحقيق خطة الحكومة. في مجتمعاتنا في حاجة أن نعي بالذات حق الجيل الأصغر أن الشعب أيضاً مسؤول في دعم الحكومة في السياسات التنمية، وليست المسؤولية ملغاة فقط على الحكومة، بالذات القطاع الخاص، التجار. رقم 8، تجعل المشاركة المجتمعية للمواطنين أكثر إدراكاً لحجم المشاكل مجتمعاتهم والإمكانيات المتاحة. لما أكون أنا واعي بالمشكلة، أعيش القضية، أتناولها، يخلق عندي وعي وأسعي لإيجاد الحلول لها. النقطة 9، لماذا الشراكة المجتمعية؟ مشاركة المواطنين الكاملة تفتح أبواب للتعاون بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، تفتح قنوات الاتصال بين أصحاب المصلحة. أوكي، هني نرجع أيضاً للشراكة المجتمعية وأهداف التنمية. أنا يمكن مريت عليها بشكل سريع. تمثل اعتماد مفهوم الشراكة المجتمعية في أدبيات هيئة الأمم المتحدة، يعني متى بدأ يطلع المفهوم الشراكة المجتمعية؟ تقريباً في الأدبيات طلعت من السبعينيات. التغيير اللي صار إن في خطط التنمية كانت تكتب من المتخصصين والخبراء وخلاص يمشونها على الآخرين، أو خلينا نقول مجتمعات إنه يطبقون هالخطط. اللي صار مع الشراكة المجتمعية إنه في صوت للمجتمعات تتكلم وتعبر عن احتياجاتها، وهي ترسم أيضا تكون فعالة في هالخطط التنمية. فتغيرت نهج الإدارة المركزية من أعلى إلى أسفل في سياسات هيئة الأمم المتحدة، وهي شيء مهم جدا وتطور أساسي جدا. فبدأ إدماج الفاعلين للمجتمع في السياسات التنمية، بما معنى الستيك هولدرز، أصحاب المصلحة، هم لهم دور أيضا أساسي في رسم وتنفيذ السياسة. فتبلورت سياسات الشراكة المجتمعية منذ ذلك الوقت، وفي عدة مؤتمرات، صارت عدة مؤتمرات لحد 2015 اللي خلاص تم اعتبار الشراكة المجتمعية كهدف نهائي وهدف أساسي لتحقيق الأهداف السابقة. مفاهيم الشراكة المجتمعية في خطة 2015 ترتكز على 3 أهداف أساسية: اقتصادية، اجتماعية، والبيئة، وتحقيق التوازن بين هذه الأبعاد. أرجع مرة ثانية أقول يعتمد على احتياجات كل دولة ومجتمع. مثلاً في دول ممكن المسألة البيئية فيها بحاجة إلى استثمار أكثر، فالدولة هي اللي تحدد أي مجال تحتاج تستثمر فيه أكثر من ناحية خطط التنمية. هذه الأبعاد تمثل عناوين عامة وتندرج تحتها
كل مجالات الشراكة المجتمعية. فإحنا لما نتكلم مثلاً عن أي مجال من المجالات، هل هي تحت الاقتصادية والاجتماعية؟ تحت الاقتصادية تجي عشرات أو مئات التفرعات وتتداخل بين بعضها البعض، مثل الاقتصادية والبيئة والاجتماعية والبيئة. أوكي، هني يمكن أنا بتكلم عن مجال تخصصي الدقيق واللي أنا وايد شغوفة به، هو الأنثروبولوجيا. إحنا نحب نصعب الأمور على الأوادم شوية، يعني لما قالوا شو يقولوا شنو قصدك، من أي منطلق، شنو هدفك، إشكالية المفاهيم. لما يقولوا شراكة مجتمعية شو قصدهم، شو قصدهم؟ يعني هم شيء جديد يبوا لنا، والله شيء موجود عندنا. الحاجة لتبيئة المفاهيم والتجارب. من القضايا التي كانت موضع جدال بين مفكري العالم الأول وأولئك العلماء من العالم الثالث، ما معنى العالم الأول بمعنى عالم الصناعي المتقدم، عالم الأوروبي الغربي. فإن اتهموهم علماء، بالذات علماء التنمية والأنثروبولوجيا، كانوا يقولون أنتم الطروحات اللي تطرحونها قائمة على تجاربكم أنتم، مفاهيمكم أنتوا، نظرياتكم أنتوا، وإحنا في الطرف الآخر نستقبل هالأشياء ومفروض نطبق. فهل خطة التنمية أيضاً نتيجة من هالنتائج أن أنتوا تسوون الخطة بعدين إحنا نطبق؟ هل في هالمفاهيم في استيعاب لتجاربنا ومفاهيمنا واحتياجاتنا؟ في بعض المصطلحات اللي تطرح ومن خلالها يتم نقد هال الطروحات الغربية الفكرية في مختلف المجالات يا جماعة، يعني مو فقط مثلا احنا نقول الحين في خطة التنمية، في مختلف، حتى في الإدارة، في البزنس، في الطب، في كل هالأشياء، هالانتقادات موجهة. فيقولون مثلا ان كتاباتكم تتسم بالاستعراق، بمعنى في تحيز ثقافي قائم على تجربتكم ومنظوركم انتم، كأن هالمنظور هي مرجعية مطلقة لكل شعوب ودول العالم. وإن هل اطروحات في هالحالة التنمية أيضاً تفتقد إلى النسبية الثقافية؟ ماذا تعني النسبية الثقافية؟ مبدأ ينص على أن أفعال واعتقادات أي جماعة يجب أن يدرس ويفهم من قبل الآخرين ضمن سياق الثقافة التي يعيش فيها المجتمع نفسه، أي عدم تقويم أي ثقافة أو الحكم عليها في ضوء ثقافة أخرى. في وايد أمثال، مثلاً الحين لما مجتمعات تقيس موضوع التطور أو التقدم، يقولون مثلاً هل المجتمع متقدم أو متطور، أو هل المجتمع الصحراوي متطور؟ لأن ليش؟ لأن قام يقيس على حساب هالمجتمع تجربته هو، هو الصوت الأعلى في على هالكرة الأرضية، فيطرح مقومات هو لقياس التقويم. هني هاي في ممكن نقول في استعراق، في تحيز لثقافته، لأن عندك أدوات مثلاً التقنيات التكنولوجية، فأنت تقدر تسيطر على وتطرح صوتك. إنزين، في ثقافات ممكن معايير أخرى، مثلاً معايير السلامة، معايير الشراكة المجتمعية، معايير العلاقات الاجتماعية فيها وايد أقوى من مجتمعك أنت. إنزين، ليش ما تكون هذه مثلاً معايير التقدم أيضاً؟ ليش السلم الأهلي ما يكون مثلاً؟ ليش الصحة النفسية ما تكون أيضاً معايير التطور؟ يعني ممكن تكون في مجتمعات أخرى معايير موجودة ما يؤخذ بعين الاعتبار، ما تضم إلى معايير تقدم وتطور الشعوب. فما أدري وصلت الفكرة النسبية الثقافية والتحيز؟ يعني بشرة ترفع من معنويات وتأشر لي. أوكي، تمثل إشكالية المفاهيم قضية مطروحة منذ ستينيات القرن المنصرم، ترتبط بأدبيات ما بعد الاستعمار والمرحلة التالية لها اللي يسمونها الاستعمار الجديد. ففيها النقد للإدارات الاستعمارية والإمبريالية، وهالأدبيات مثل ما قلت تمتد إلى مختلف الساحات المعرفة. يمكن محاولة تبيئة المفاهيم مرتبطة بالتنمية المستدامة عبر إثارة التساؤلات. ممكن نسأل هالأسئلة ومن خلالها نقول هل في حقيقة تبيئة لهالمفاهيم بما ما تتوافق مع احتياجاتنا؟ واستحضار تجارب شعوبنا في الشراكة المجتمعية ومقارنة المفاهيم والتجارب عبر الثقافات. فمثلا لما نقول الحين الطريقة اللي عرفوا لنا الشراكة المجتمعية، أوكي استوعبنا، نرجع لثقافتنا، عندنا شيء ما يقارب هالتجارب ولا لا؟ هل هي ممارسات تندرج تحت الشراكة المجتمعية ممكن احنا نسميها بتسميات أخرى؟ الهدف من هذه المقارنة التاريخية هو الحفاظ على ثروة التراث، وذلك الاستفادة من تجارب الآخرين
والموائمة بينهم بما يخدم احتياجات وتطلعات دول المجلس التعاون الخليجي وشعوبها. ما أدري يا جماعة، أحيانا ممكن تروحون مؤتمرات أو تقرون كتاب تسمعون تشوفون أي شيء مصطلحات معقدة جدا، لما تقرون التفسير أوه إحنا نسوي كذي في البيت، نسوي في الفريج، نسوي مصطلحات كنا تخب علينا، بس الواقع الخبرة موجودة. هاي اللي أرجع مرة ثانية، إحنا عندنا الدكتوراه في القيم، عندنا الدكتوراه في التراكم الأخلاقي والدعم أو الشراكة بالمصطلح التنمية. عندي وقت دكتور؟ أوكي، أسئلة حول مفاهيم. قلنا خلي شوي نتحدي ونقول الشراكة المجتمعية هل في تحيز أو الاستعراق أو فيها النسبية الثقافية؟ إلى أي حد تعكس مفاهيم الشراكة المجتمعية حسب أهداف التنمية تجارب الشعوب عبر الثقافات والمجتمعات؟ هل تتسع مفاهيم الشراكة المجتمعية لتشمل تاريخ ممارساتنا الشعبية والدينية في الشراكة المجتمعية؟ خلينا نتأمل هالجوانب من ثقافتنا. هل تحمل مفاهيم الشراكة المجتمعية التنمية المستدامة كل هالمصطلحات في أدبيات الأمم المتحدة؟ مضامين الثقافة الغربية هل هي مقتصرة فقط على مضامين ثقافتهم وعلي سطوة مفاهيمه وتجاربه وقيمه؟ أنا ليش قاعد أركز على هذه؟ لأن أنتوا هني أهل خبرة وتجارب، فلما تكون في كل مجموعة وايد مهم أن تلتفتون لاستثمار اللي استثمرتوه عبر تاريخكم في هذه السنين في الأعمال اللي سويتوها، إن ما تخليكم هالمصطلحات مثلاً تقللون من شأن الخبرة الموجودة عندكم. السؤال الرابع، هل هناك متسع من المساحة لتوظيف مفاهيمنا الثقافية والتراثية والإسلامية وكذلك تجاربنا التاريخية والشعبية المستمدة من حياتنا في الأسر الممتدة وفي الأحياء الشعبية في رسم وتفعيل سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة والشراكات المجتمعية؟ خلينا نشوف شنو الموجود عندنا وشلون نقدر نستثمره بهدف خدمة المجالات اللي نشتغل فيها. هل هناك مساحة مشتركة عبر الثقافات لتجارب التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية؟ ممكن نستفيد من تجارب الآخرين؟ ليش الأهداف مهمة؟ إحنا نبغى نستفيد من هالأهداف، جزاهم الله خير وسووا هالأهداف وسووا هالأدبيات، نبغى نستفيد ونوظفها أيضاً. هل هناك إمكانية للمقارنة بين تجارب الشعوب وتنمية المساحات المشتركة؟ تجربة يابان، تجربة ماليزيا، هل مهمة بالنسبة لي؟ والله لها ممكن تخدمني وتفيدني في الوقت ذاته. احترام خصوصيات الشعوب، هل في إمكانية أيضاً أستمر في ممارسات المرتبطة بالشراكة المجتمعية وأستثمر فيها الموجود في ثقافتي؟ هل للشراكة والتنمية كهدف أساسي للشراكة ثوابت غير قابلة للتفاوض؟ يعني اللي إحنا قاعدين نسويه بيستمر على طول ولا نحتاج إلى التكيف للتغييرات اللي قاعدة تصير؟ سياسات التنمية، شنو تعني سياسات التنمية؟ مجموعة من الإجراءات والاستراتيجيات تقوم بها الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الفاعلة باتباعها وتنفيذها من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. في المجالات التالية، التنمية الاقتصادية مثل في الاستثمار، التجارة، الصناعة، تحسين بيئة العمل، خلق فرص العمل، وأنا أقول أبيكم تفكرون في مجالات اللي أنتم قاعدين تشتغلون فيها. مداخلات خلاص شكرا دكتورة وايد حلوة هذه. شكرا دكتورة سوسن. نبغى نريحها شوي. شكرا للإنصات. طبعا الدكتورة سوسن يعني حقيقة مشكورة على هذا الطرح الجميل وعلى التعريفات، ربما البعض منها حديث، وأيضا عن إخبارنا بما تم من خلال يعني مقام الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والشراكة المجتمعية. نود حقيقة، أنا سياستي طبعا في إدارة الجلسات، وأحاول حقيقة أن أكرم الضيوف الذين يأتون من يعني عدة يعني مدن وعدة أماكن، لابد من إعطائهم فرصة حقيقة للتحاور مع يعني المتحدث أو المتحدثة. فأحببت أن أفتح النقاش مع الأستاذة مع الدكتورة. ما أدري إذا أحد لديه أي مداخلة أو تساؤل.
توقيع المجموعات السنت إن شاء الله. المجموعات توجد في الدور الثاني، في مجموعات على اليمين ومجموعات على اليسار، ثلاث ثلاث، والأسماء موجودة عند المنظمين في البهو في الدور الثاني. وتوجد أيضا كل قاعة الأسماء موجودة إن شاء الله موزعة، راح تكون إن شاء الله لمدة ساعة للمناقشة داخل في كل مجموعة، بعدها استراحة للصلاة، ثم الرجوع للمسرح للجلسة الثانية لعرض ما توصلت إليه المجموعات. تفضلوا. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، اليوم انعقد الملتقى الخليجي الرابع عشر للاجتماعيين في شارقة الخير، وقد ناقش ويناقش في الجلسات القادمة إن شاء الله الشراكة المجتمعية في دول مجلس التعاون من حيث المضمون والمفهوم والمصطلح، وأيضا من حيث التجارب التي تنجز في أو أنجزت في دول مجلس التعاون وفي العالم من أجل المقارنة ومن أجل استخلاص مجموعة من المفاهيم التي تبرز خصوصية مجتمعنا الخليجي في هذا المجال، وأيضا تبرز أيضا مشاركة فئات مختلفة من المجتمع في الشراكة المجتمعية حتى قبل نشوء الدولة، مؤسسات الدولة الحديثة. فبالتالي يعتبر هذا المفهوم وهذا المصطلح أيضا متجذر في مجتمعاتنا الخليجية، ومن هذا المنطلق سوف يكون هناك مجموعات عمل تقوم ب نوع من المناقشات الجماعية، ثم تطرح في جلسات عامة وتستخلص منها مجموعة من النتائج المهمة التي يمكن أن يخرج فيها هذا الملتقى الهام لدول مجلس التعاون. يا مرحبا بكم، حياكم الله، معكم الدكتورة رقية ريسي رئيس جمعية الاجتماعيين. مرحبا بكم في الملتقى الخليجي الرابع عشر بعنوان الشراكات المجتمعية بتنظيم جمعية الاجتماعيين والجمعية الخليجية. طبعا لدينا العديد من الأهداف، ومن أهم الأهداف تفعيل الشراكات المجتمعية بين جمعيات ذات النفع العام، وأيضا تنمية مهارات أعضاء اللي هم المتخصصين والأعضاء في جمعيات ذات النفع العام. وعندنا في الملتقى أكثر من ما بين 5 إلى 6 ورش، والورش هذه تكون مقسمة كالتالي: عندنا ورشة خاصة بمرحلة الطفولة وكبار السن والمتعافين من الإدمان، وأيضا لدينا المرأة، حياكم الله، على مدار يومين تاريخ 15 وأيضا إلى تاريخ 16. يا مرحبا بكم. دكتور صلاح المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين، عضو اللجنة التنسيقية لمؤتمر أو الملتقى الخليجي رقم 14 اللي يقام على أرض إمارة الشارقة الحبيبة. الملتقى بيكون عن الشراكة المجتمعية بين المجتمعات، المؤسسات، المجتمع المدني، وكذلك الجهات الحكومية لتقديم الخدمات والعون لأفراد المجتمع في المجالات الاجتماعية عموما، حيث أن المؤتمر سيشهد مجموعة من الورش بحدود 6 ورش عمل، وسوف يتم طرح مجموعة من الأسئلة التي سوف تتناول فئة المعاقين وفئة المتعافين والمتعاطين من المخدرات، وكذلك سيخرج إن شاء الله المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي تفيد المجتمع. وهذا التجمع تجمع مهم للأخصائيين الاجتماعيين على مستوى الخليج، حيث أن عندنا مشاركين من كافة دول مجلس التعاون الخليجي من الكويت والبحرين وقطر والسعودية وعمان، وكلهم العاملين في مجال الدعم المؤسسي والمجتمعي بدول الخليج، ويشرفنا حضورهم معنا في دولة الإمارات. شكرا للجميع.
دكتورة سوسن كريمي من جامعة البحرين. اليوم كان لقائنا مع جمعية الاجتماعيين الخليجية وفي جمعية أيضا من باقي دول الخليج حاضرين. فالملتقى اليوم كان عن هدف 17 من أهداف التنمية المستدامة ل 2015-2030. هاي الهدف 17 هدف أساسي جدا، لأن عبر هالهدف يتم تحقيق الأهداف السابقة من الهدف الأول إلى 16. فملتقانا اليوم كان مناقشة هالهدف، إمكانيات تفعيله في مجالات مختلفة مثل مجال المسنين، ذوي الاحتياجات، مجال المرأة. فراح تصير بعدين ورش بناء على الورقة التي تم عرضها، وإن شاء الله نطلع بنتائج تفيد مجتمعاتنا.